هل تخيلت يوما أن معركة بين اثنين من أهم علماء الفيزياء قد غيرت شكل حياتنا اليوم؟ هل سمعت من قبل عن حرب غيرت مسار التاريخ ولم يتم استخدام أي جيوش أو أي أسلحة فيها؟ بين توماس أديسون ونيكولا تسلا قامت واحدة من أشرس الحروب في عالم الكهرباء. هذه الحرب لم تكن مجرد صراع بين عالمين، بل كانت معركة شرسة مليئة بالخدع والمفاجآت. في هذه الحلقة إن شاء الله سنكشف لكم خفايا هذا الصراع الذي لا يزال يؤثر علينا حتى هذا اليوم. ما سنكشفه في هذه الحلقة إن شاء الله سيذهلك وربما يغير نظرتك للكهرباء إلى الأبد. قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم، أنا أنس يوسف، سأجيبكم إن شاء الله عن التساؤلات التي ذكرناها في المقدمة ونحكي قصة حرب التيارات الكهربائية. لنبدأ مع توماس أديسون الذي يعتبر للكثيرين أنه العالم الذي أضاء العالم بالمصباح الكهربائي، لكن خلف هذا الوجه المشرق كان هناك شخصية معقدة سادية تسعى للسيطرة على السوق بأي ثمن. ولد توماس أديسون في عام 1847 في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان أحد أبرز المخترعين في التاريخ، ويعتبر أديسون رائد في مجال الكهرباء والاختراعات التي منحت العالم المصباح الكهربائي. أسس أيضاً شركة أديسون للإضاءة، والتي كانت من أوائل الشركات التي تسعى لتوفير الكهرباء للمنازل والمصانع، لكن خلف هذا الوجه هناك الطمع والكذب وسرقة المجهود من الغير. في المقابل كان لدينا نيكولا تسلا، الرجل الذي يعتبر اليوم عبقرياً وسابقاً لعصره. تسلا كان يمتلك رؤية مختلفة تماماً عما يراه أديسون. لم تكن السيطرة على السوق هي كل ما يفكر فيه، بل كان يحلم بتوزيع الكهرباء بكفاءة عالية وبتكلفة قليلة للجميع. لكن هل كان هذا الحلم سهلاً؟ بالتأكيد لا. ولد نيكولا تسلا في عام 1856 في قرية صغيرة في كرواتيا التي كانت تعتبر جزءاً من الإمبراطورية النمساوية في ذلك الوقت. منذ صغره كان يمتلك شغفاً كبيراً وحباً للعلوم والاختراعات. هذا الشغف دفعه إلى الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية بحثاً عن فرصة جديدة. وصل تسلا إلى أمريكا وكان يأمل في العمل مع أديسون الذي كان في ذلك الوقت يعتبر رمزاً للإبداع والابتكار. قبل أن نغوص في الصراع بين أديسون وتسلا، دعونا نوضح الفرق بين التيار الكهربائي المستمر والتيار الكهربائي المتردد. التيار المستمر أو الدايركت كارنت أو ما يتم اختصاره بالدي سي يشبه النهر الذي يسير في اتجاه واحد فقط. التيار يسير في خط مستقيم، ومثال عليه البطاريات التي نستخدمها في أجهزتنا الكهربائية المنزلية، فقيمتها واتجاهها ثابت، فمثلا 1.5 فولت ولها اتجاه معين يتم وضعها فيه. فلو قمنا بقلب بطارية الريموت مثلاً لن يعمل الريموت، لأنه يحتاج إلى كهرباء باتجاه معين فقط، وهذا التيار هو التيار الذي عمل عليه أديسون. أما التيار المتردد أو الـ AC أو ما يسمى الـ Alternating Current الذي دافع عنه تسلا، فهو مختلف تماماً عن هذا التيار، فهو يشبه الأمواج التي تصعد وتنزل، فبدلاً من السير في اتجاه واحد فإنها تغير اتجاهها بشكل مستمر ثم تعود إلى الخلف بسرعة كبيرة، فهو يغير القيمة والاتجاه بشكل دائم، فهو أشبه ببطارية تقوم بقلبها في كل لحظة أو في كل فترة زمنية، وأيضا تقوم بتغيير قيمتها. لتفسير سبب المفاضلة بين التيارين ولماذا أحدهم أفضل من الآخر، عندما نقوم بنقل التيار الكهربائي أو الكهرباء يحدث فقدان للطاقة بسبب المقاومة في الأسلاك، لأن المقاومة في الأسلاك تعمل على ممانعة مرور التيار الكهربائي، وبذلك فقد كمية من الطاقة. في حال التيار المستمر أو الدي سي هذا الفقدان يكون كبيراً جداً، خاصة عند نقل الكهرباء لمسافة طويلة جداً، والسبب في ذلك أن التيار المستمر يسير بشكل ثابت مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأسلاك بسبب المقاومة، وبالتالي يعني فقد الطاقة على شكل حرارة. أما التيار المتردد أو الـ AC فهو مختلف بفضل طبيعته التي تتغير بشكل مستمر، بحيث يمكن استخدام محولات كهربائية لرفع الجهد قبل نقله إلى مسافات طويلة.
زيادة الجهد تقلل من شدة التيار المار في الأسلاك، مما يعني أن الطاقة المفقودة تكون أقل بكثير من الطاقة المفقودة عند استخدام التيار الثابت. يمكن خفض الجهد مرة أخرى إلى مستويات أأمن عند الاستخدام في المنازل أو قبل وصولها إلى المنازل. لذلك ببساطة، التيار المتردد يمكنه الانتقال لمسافات طويلة وبكفاءة أكبر، مما يجعله هو الخيار الأفضل لنقل التيار الكهربائي إلى كل المناطق. الآن لنبدأ في بداية الصراع بين أديسون وتسلا واستغلال أديسون لطلابه وخصوصاً لتسلا. عندما وصل تسلا إلى الولايات المتحدة في عام 1884، بدأ العمل مباشرة تحت إشراف أديسون. كان أديسون قد طور فعلاً نظاماً كهربائياً يعتمد على التيار الكهربائي الثابت أو ما يسمى المستمر. أديسون كان مقتنعاً اقتناعاً تاماً أن هذا التيار هو الحل الأمثل لتوزيع الكهرباء، لكن هذا النظام كان محدوداً كما ذكرنا، فالتيار المستمر لا يمكن نقله لمسافات طويلة دون الخسارة الكبيرة في الطاقة. وهنا بدأت مشكلة أديسون، كان يعرف أن أنظمة التيار المستمر بحاجة إلى تحسين. لذلك قام بتكليف تسلا بمهمة تحسين مولدات التيار الكهربائي لديه، ووعده بمكافأة مقدارها 50,000 دولار، وهذا المبلغ ضخم جداً جداً في ذلك الوقت، طبعاً في حال نجح في هذا العمل. تسلا قام بعمله بشكل رائع وبروح علمية وإبداعية، عمل ليلاً ونهاراً وقدم حلول جذرية لتحسين النظام. لكن بعد شهور من العمل، وعندما طالب تسلا بالمكافأة، تلقى الرد الصادم من أديسون. قال له: أنت لا تفهم حس الدعاب الأمريكي. كان أديسون يتجنب دفع المكافأة واعتبر الجهود التي بذلها تسلا هي عبارة عن جزء من التدريب. هذا التصرف أغضب تسلا بشكل كبير ودفعه إلى ترك شركة أديسون والبحث عن طريقه الخاص. بعد تركه لأديسون، بدأ تسلا بالعمل على نظام جديد يعتمد على التيار المتردد أو الـ AC مثل ما ذكرنا. في المقابل، أديسون كان مستمر في دفاعه عن التيار الثابت أو DC. هنا أديسون لم يكن مستعداً للقبول بهزيمته بسهولة. بدأ حملة دعائية شرسة ضد التيار المتردد، محاولاً إقناع الجمهور بأن هذا التيار خطير للغاية. قام أديسون بعروض علنية صادمة، حيث استخدم التيار المتردد لصعق الحيوانات وإثبات مدى خطورة هذا التيار، بل إنه ساهم في اختراع الكرسي الكهربائي الذي تم استخدامه كأداة إعدام للمجرمين لاحقاً، بهدف تعزيز الخوف عند الناس من هذا النظام الكهربائي الجديد. ولكن تسلا لم يكن وحده في هذه الحرب، تحالف مع رجل آخر، رجل أعمال ومخترع اسمه جورج ويستنغهاوس، الذي كان يمتلك رؤية مشابهة لتسلا حول مستقبل الطاقة الكهربائية. ويستنغهاوس كان يعلم أن التيار المتردد هو الحل الأفضل لتزويد المدن الكبرى بالكهرباء، وبدأ بدعم تسلا مالياً وتقنياً لتطوير اختراعاته. الآن لنبدأ بالمعركة الحاسمة في معرض شيكاغو العالمي. كانت هناك المعركة الحاسمة بين التيارين في عام 1893، عندما تم تنظيم معرض شيكاغو العالمي. كان هذا الحدث الضخم فرصة لإظهار التكنولوجيا الكهربائية الجديدة للعالم. أديسون قدم عرضاً يعتمد على التيار الكهربائي المستمر، ولكن ويستنغهاوس وتسلا قدموا عرضاً يعتمد على التيار المتردد، واستطاعوا إضاءة المعرض بالكامل باستخدام هذا التيار. كان هذا نجاح بمثابة انتصار نهائي للتيار المتردد وتحطيم للتيار المستمر. كل العالم أدرك أن التيار المتردد أكثر كفاءة وأكثر قدرة على تزويد المدن بالطاقة. بفضل هذا النجاح، فاز ويستنغهاوس وتسلا بعقد لتزويد الولايات المتحدة بالكهرباء باستخدام التيار المتردد، وبذلك انتهت حرب التيارات لصالح التيار المتردد. واليوم العالم كله يعتمد على التيار المتردد لتوزيع الكهرباء في المنازل والمصانع، حيث أن نظام تسلا أصبح هو المعيار الأساسي في شبكات الطاقة العالمية. بهذا نصل إلى نهاية قصتنا عن حرب التيارات الكهربائية. لقد كانت هذه الحرب مليئة بالتحديات والدروس، وكيف أظهرت أن ليس كل العلماء أو المثقفين لديهم أخلاق. شكرا لكم على متابعتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذا كان لديكم أي مقترحات لحلقات مقبلة، لا تترددوا في كتابتها بالتعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.